تحياتي لك نانسي وتحياتي للسادة المشاهدين. بالفعل أتواجد الآن في محافظة الوادي الجديد، حيث يجرى حاليا توزيع عدد 2337 جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية في 27 مدرسة على مستوى المحافظة، يعني محمل على هذا الجهاز التابلت بنك المعرفة والكتاب المدرسي وكافة البرامج اللازمة لخدمة الطلاب هنا في محافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار جاهزية مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة. للمزيد من التفاصيل دعيني ننسي أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد. دكتور إبراهيم، في البداية برحب بحضرتك، وهل لك أن تطلعني في البداية عن مدى جاهزية مديرية التربية والتعليم لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة هنا في مدارس المحافظة؟ هي بالفعل احنا بدأنا نطبق المنظومة، وطبعا التطبيق ده تم من خلال مجموعة من المراحل. المرحلة الأولى وهي البنية الأساسية التكنولوجية بالنسبة لمدارس الوادي الجديد، عندنا 27 مدرسة على مستوى المحافظة، تم توصيل البنية الأساسية اليوم، وبالتعاون طبعا مع تطوير التكنولوجي ومع الاتصالات ومع كل الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع. وبالفعل بقت عندنا 27 مدرسة عندها إمكانيات عالية في هذا الإطار، وطبعا بنشكر الدكتور طارق شوقي على هذا الجهد الرائع وهذا التخطيط الرائع اللي خلانا بالفعل حلم أصبح حقيقة، حلم إن مدارس الوادي الجديد أو مدارس الجمهورية كلها 2500 مدرسة بقت على أعلى مستوى تكنولوجي موجود، يعني بالمقارنة بدول العالم الكبيرة كمان في التعليم. المرحلة الثانية وهي مرحلة أجهزة التابلت، الحمد لله كانت محافظة الوادي الجديد من المحافظات الأولى اللي استلمت الأجهزة، والحمد لله كنا من المحافظات الأولى اللي بدأنا التوزيع على أبنائنا الطلبة، وحاليا تم التوزيع على أكثر من 90% من أبنائنا الطلبة ومعلمين المدارس الثانوية وفق تعليمات الوزارة. وطبعا كل الشكر والتقدير لقيادات الوزارة على هذا الأداء الرائع، وهذا الأداء اللي يمكن أنا كان لسه من شوية في اجتماع مع أبنائنا الطلبة المرحلة الثانوية عشان نكسر الحاجز التكنولوجي، وفي إعجاب منهم بهذه الفكرة وفي تعامل معها بشكل يعني ملفت للنظر، يعني حابين الفكرة وحابين الجهاز، وخاصة لما فتحوه ولقوا عالم تكنولوجي متاح بين إيديهم، يعني ديسكفري وبنك المعرفة وتجارب وشرح بمختلف الطرق لكل الموضوعات، الكتاب المدرسي موجود تكنولوجي، إمكانيات عالية جدا، بالإضافة لاستخدام هذه الإمكانيات من خلال الواي فاي ومن خلال التجهيزات اللي هي المرحلة الأولى بتاعة المدرسة بتاعتهم. ده كسر كمان حاجز كبير بين المدرسة وبين الطالب، بدأ الطالب يحب يتواجد في المدرسة بحيث ان هو بتحقق له الرغبه الكبيره، هو عشان يستخدم التكنولوجيا دي باعلى مستوى بيستنى في المدرسه، بيحضر في المدرسه لغايه اخر يوم الدراسي من غير اي ضغوط عليه، ففكر راقي وصلنا الى مستوى بيضاهي كل الدول الكبيره في التعليم. وان شاء الله انا بتوقع شخصيا ان في المراحل القادمه ان مصر هيتغير ترتيبها تماما بالنسبه للتعليم. يكفي ان مصر اصبحت بيت خبره في التعليم لكتير من الدول بهذا الفكر الراقي. الفكر ده تعامل مع جزئين، الجزء الاول اللي هو خاص بالصفوف الاولى مرحله رياض الاطفال وسنه اولى ابتدائي، وده تطوير مناهج ومنظومه جديده للتعليم بتتبني، وطبعا احنا كوادي جديد دربنا اكتر من 2000 معلم على اعلى مستوى من التدريب. ال 2000 معلم دول مع التي او تي بتوعهم مع مسؤولي التعلم بالصفوف الاولى عملوا طفره في هذه المرحله، ويمكن كان لنا الشرف ان الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين شرفنا في الوادي، وكان افتتاح اول معرض للوسائل التعليميه للمنظومه الجديده، وكان اداء الطلبه رائع وملفت للنظر بالنسبه للدكتور محمد. فأنا طبعا بشكر الوزارة وبشكر كل كتيبة العمل اللي شغالة معايا في التربية والتعليم في الوادي الجديد، بشكر سيادة المحافظ، يمكن سيادة المحافظ اللي هو محمد سلمان زملوط كان حريص جدا ان اول تابلت يتوزع على اول طالب هو اللي بيوزعه بإيده لأولادنا. دكتور إبراهيم، يعني لو تحدثني عن دور المديرية هنا في الوادي الجديد بالتنسيق مع مديرية الصحة فيما يتعلق بالمسح الشامل لطلاب المدارس والمبادرة الرئاسية التي تم الإعلان عنها.
والله يا فندم، يعني دورنا احنا تعودنا هنا في الوادي الجديد ان في تكامل ما بين كل الجهات، يعني كتعليم كصحة كرؤساء مجالس مدن، كلنا في تكامل. فلسه كان في اجتماع من فترة بسيطة مع سيادة النائب وكل المعنيين، الصحة ورؤساء مجالس المدن والتعليم، كل اللي لهم ارتباط بالموضوع ده. وان شاء الله ابتداء من 1/3 بنبدأ نطبق المنظومة الخاصة بالفحص على 100 مبادرة 100 مليون صحة، وان شاء الله بعديها في يوم 21/3 في التعامل مع التقزم والسمنة، وبرضه بالتنسيق الكامل مع الدكتورة سيدة ومن خلال طبعا توجيهات سيادة المحافظ. دكتور ابراهيم التلاوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اذا يعني نانسي، كانت هذه هي اهم يعني ملامح تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة هنا في محافظة الوادي الجديد. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، طيب المشاهدة، وعودة بكم مرة اخرى لزملائي في الاستوديو. اليك نانسي مرة اخرى.